ربنا ما يسيبش حد من غير عشرة. أحمد عبد العزيز يرد على شائعة بيعه عفش البيت. بعد أحمد عبد العزيز نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعة آلاف لايك. لو بتحب الفنان أحمد عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الفنان أحمد عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. ربنا ما يسيبش حد من غير عشاء. أحمد عبد العزيز يرد على شائعة بيعه عفش البيت. قال الفنان أحمد عبد العزيز إن الفن الردي يطرد الفن الجيد، وهناك أسباب كثيرة وراء ذلك، أهمه أن الفن الردي سهل وسلس وغير مكلف. وأضاف عبد العزيز خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج تحت الشمس عبر قناة الشمس، هذا دلوقتي ألف 15 أغنية فملهاش أي معنى وملهاش أي علاقة بالشعر ولا بالغناء، ولكن إذا أردت أني أؤلف أغنية لها علاقة بالشعر والغناء من الناحية الفنية فالموضوع محتاج وقت ومجهود. وتابع الفن الردي والفن الجيد يتساويان في الربح، ولهذا الفن الردي أكثر ربحا لأنه أسهل وأقل تكلفة. الفن الردي بيتسلى، وإحنا عايزين نرجع لورا عشان نتقدم، لازم نشوف إحنا كمان فينا ونستمد في الماضي مما يساعدنا على التقدم للأمام. واستكمل علينا أن نستلهم من عمل توفيق الحكيمة ونجيب محفوظ وطه حسين وعباس العقادة، ونستلم من موسيقى عبد الوهاب ومحمد فوزي، ونعيد أعمال السينما المصرية في نسخة جديدة. وردا على شائعات بيعه عفش البيت عقب، الكلام ده طبعا مش حقيقي، ربنا ما يسيبش حد من غير عشاء، واحيانا بقبل احسن الادوار الوحش المعروضة عليا حتى لو مش مبسوط او بعمله من ورا ظهري، لكن بعمل كده مضطر. احمد عبد العزيز ينفي بيع اثاث منزله لحاجته للمال، ربنا ما يسيبش حد من غير عشاء. وقال أحمد عبد العزيز الوطن هذا الكلام عاري من الصحة، ولكن أحيانا أقبل أدوارا غير راضي عنها من أجل الاحتياج المادي. وأضاف ولكن إذا اضطررت لتقديم عمل بهذا الشكل يكون عملا واحدا فقط من أجل سد الحاجة، ففي بداية مشواري الفني قدمت عدد من الأعمال المهمة منها الوداع يا بونابرت، الطوق والأسورة، عودة مواطنة، المشغبون في إجازة نص سنة، وتولت بعدها الأعمال وتابعت. واجهت وقتها عروضا لأفلام المقاولات وشاركت بإحدها، ولكن لم أستمر واتجهت وقتها للدراما التلفزيونية. وقال عبد العزيز بشأن تحضيره لمشاريع فنية في المستقبل، وحضروا لأكثر من شيء خلال الفترة المقبلة، ولكن معظمها تأجل تصويره بعد شهر رمضان بسبب فيروس كورونا. بعد أحمد عبد العزيز نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال. أثرت شائعات إفلاس الفنان أحمد عبد العزيز موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعدما أوشي عنه أنه اضطر إلى بيع أثاث منزله للإنفاق على نفسه، وما فتح الباب لتداول الرواد العديد من نماذج الفنانين الذين أعلنوا إفلاسهم. ونفى الفنان أحمد عبد العزيز الشائع ببرنامج تحت الشمس قائلا الكلام ده طبعا مش حقيقي، ربنا ما يسيبش حد من غير عشاء، وأحيانا بقبل أحسن الأدوار الوحشة المعروضة علي حتى لو مش مبسوط بيها أوي، لكن بكون مضطر. هناك العديد من النجوم الفن الذين لمعوا نجمهم لسنوات عديدة فأسعدوا الجمهور بأعمالهم وقدموا مسيرة فنية كبيرة حققت نجاحا كبيرا على مر السنين، إلا أن دوام الحال من المحال، فبعضهم لم يستكتر الوضع معه على ما هو عليه وانقلب حالهم رأسا على عقب، فبعد أن كانوا يملكون ملذات الدنيا تحولت حالتهم إلى حالة يرثى لها، حتى أن وصل بهم الحال لقبول أدوار ضعيفة لتتناسب مع نجوميتهم، وكل ذلك من أجل المال فقط وتغيير أساسيات حياتهم. أول تعليق من أحمد عبد العزيز على شائعة بيع عفش منزله. حل الفنان أحمد عبد العزيز ضيف الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامج تحت الشمس عبر قناة الشمس، وقال الفنان أحمد عبد العزيز من حسن حظي أن قدمت أعمال ذو قيمة معينة، كان عندي رهان من وأنا صغير على ده بس وداي صعب عليا. وردا على شائعة بيع عفش منزله قال الكلام ده طبعا مش حقيقي، ربنا ما يسيبش حد من غير عشاء، وأحيانا بقبل أحسن الأدوار الوحشة المعروضة عليا حتى لو مش مبسوط بيها أوي، لكن بكون مضطر. يذكر أن تحدث الفنان أحمد عبد العزيز عن كواليس مسلسل ذئاب الجبل، وضح أن أحد الفنانين كان يقوم بدور الفنان صلاح عبد الله، واعتذر بعد تصويره أربعة مشاهد، وقرر المخرج مجدي أبو عميرة اختيار صلاح عبد الله لهذا الدور. وأضاف عبد العزيز خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء ديامسية، جه صلاح عبد الله قال ما عرفش أي حاجة، رغم أنه مخرج مسرحي وله باع كبير في الإخراج المسرحي في جامعة القاهرة، كان هو في تجارة القاهرة وأنا في تجارة عين شمس، وكمان هو في شعرة. موضح أن صلاح عبد الله أدى الدورة بشكل محترف،
ونوه عبد العزيز إلى أن أجره في مسلسل ذئاب الجبل كان 450 جنيه في الحلقة، لافتا إلى أن المسلسل كان عبارة عن 18 حلقة. وأشار عبد العزيز إلى أن هناك الكثير من الأعمال المسرحية التي لم يتم تسجيلها أو توثيقها. طلقها 16 مرة وتعدى عليها بالضرب. أحمد حلمي ومنى زكي يتحدثان عن الشائعات. يحتفل الثنائي الشهير أحمد حلمي ومنى زكي اليوم 18 من نوفمبر بعيد ميلادهما، فحلمي من مواليد عام 1969 ومنى من مواليد عام 1976، وهما من أهم النجوم المتواجدين على الساحة حاليا، إذ تحظى أعمالهما باهتمام كبير من الجمهور، فضلا على أن علاقتهما الزوجية من أكثر العلاقات نجاحا في الوسط الفني في لقاء نادر للثنائي منذ 7 أعوام تقريبا. تحدثا خلالها عن أغرب الشائعات التي واجهتهما طيلة فترة ارتباطهما، مؤكدين أن أكثر شائعة طردتهما هي طلاق حتى وصلت إلى 16 مرة. فقالت منى زكي: إحنا بنطلق 16 مرة في السنة. وأضاف حلمي أن الأمر وصل إلى أنه في أحد المرات خرجت شائعة أنه اعتدى عليها بالضرب. ومن المفارقات العجيبة أن مروج الشائعة أطلقها بوصف تفصيلي لمنزلهما من وحي خياله، مؤكدا أنه صدم وجهها بوز خشب السفرة. وفي هذا التوقيت كانت منى زكية خالعة ضرسها، ما تسبب في توري مخديها، ولهذا السبب قررت عدم الخروج من المنزل حتى لا يصدق أحد تلك الشائعة. وروى حلمي أنه أصبح ينظر للحياة من منظور مختلف، فحينما يخسر شيئا يستطيع تعويضه، لأني بقى معايا فلوس وأقدر أصلح اللي خليني أزعل نفسي. وتطرق إلى زوجته وروى قصة ضياع بعض مجوهراتها الألماس قائلا: كان كل همي ما يحصلهاش هي حاجة. فردت مقاطعة: أنا كنت هموت. فقال لها: قلت لها أنسي هنعوض كل ده وهنجيب غيره. يذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي تزوجا في الرابع من مايو عام 2002، وبعد عام أنجب ابنتهما ليلي، وفي عام 2014 أنجب ابنهما الثاني سليم، ورزقا بابنهما الثالث يونس في سنة 2016. ماذا قالت منى زكي بخصوص طلاقها من أحمد حلمي؟ أصبح زواج منى زكي وأحمد حلمي من ثنائيات الزواج الشهيرة في السينما المصرية، على غرار زواج بوسي ونور شريف وغيرهما من زيجات المشاهير التي يسلط عليها الضوء بكثرة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل باع الفنان أحمد عبد العزيز أثاث منزله من أجل المال؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.